أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أنه يتابع تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء منطقة لوجستية تجارية بمحافظة الدقهلية على مساحة 52 فدانا باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه وتوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأجرى وفد جهاز تنمية التجارة الداخلية زيارة إلى محافظة الدقهلية لمتابعة تنفيذ المنطقة اللوجستية استعدادا لافتتاح المرحلة الأولى خلال شهر مارس 2025. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملاتها نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات بلغت نحو 6 مليارات و600 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى تريليونين و103 مليارات جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 21% ليغلق عند مستوى 30,774 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 7,076 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 14% ليغلق عند مستوى 10,148 نقطة. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات بعد تراجعها على مدار جلستين، حيث عادت المخاوف المتعلقة بالإمدادات في ليبيا إلى الواجهة، كما ساهم الانخفاض الأقل من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكي في تراجع التوقعات بشأن الطلب، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ليصل إلى 78 دولار و78 سنت للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 74 دولار و72 سنت للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.85% لتصل إلى دولارين و31 سنت للتر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.41% لتسجل نحو دولارين و68 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك جمال اللغاني أنه من المتوقع استحواذ قطاع النفط والغاز الطبيعي على حصة قيمتها 53.7% من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2045، داعيا لضخ استثمارات جديدة في مشروعات الوقود الأحفوري لضمان الحصول على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة في المستقبل. ذلك بمناسبة إصدار الأمانة العامة للمنظمة التقرير الربع السنوي الثاني للعام 2024 ضمن متابعتها الدورية للمستجدات العالمية والتطورات في المؤشرات الرئيسية للسوق البترولية والمتمثلة في الطلب والعرض وحركة المخزونات والأسعار والعوامل المؤثرة عليها وحركة التجارة النفطية وغيرها. يعقد منتدى الطاقة في برلين دورته القادمة الاثنين المقبل تحت عنوان سعي ألمانيا نحو الهيدروجين الأخضر من أوكرانيا إلى بريطانيا والعودة، يهدف إلى تقديم رؤى وحلول لتعزيز قطاع الطاقة الألمانية بما يتوافق مع الحاجة إلى تجاوز القيود التي تفرضها الأحوال الجوية على توليد الطاقة من المصادر المتجددة وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة المستدامة. ويعد المنتدى فرصة هامة لمناقشة مستقبل الطاقة في ألمانيا، وسيركز على الدور المستقبلي للهيدروجين في مزيج الطاقة الألمانية. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لحكمة مصطفى لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة.